قول لي يا سيف، بتحب تسمع مين بقى من المنشدين الشباب؟ يعتبر كلهم حبايبي، انا بحب الله. اسمعهم كلهم يعني، ومن كل غششنا واحد اسماء كده يا سيف، ايه دبلوماسي، ما انا عشان غششنا ما اسماء. افضلش حد على حد، لا ما انت هتقول كل اللي بتحبهم ما هم عادي. انا اعرفهم كلهم وانا بقول لهم انا كلكم بحبكم. بس مين اكتر حد بتحب تسمعه كده وانت قاعد في الاوضه كده، بتحب تدندن كده وتسمع؟ يعني ممكن نقول شيخي طبعا. يعني انا احب استمع دايما من الناس اللي اتعلموا منهم، اللي هم زي الشيخ نصر الدين طوبار ومحمد عمران والاساتذه اللي دول نفسهم اخواتي ومنشدين الشباب، هم نقشبندي يعني. اتعلموا منهم. فيعني غير كده انا بتعلم من كل واحد من زمايلي، وكل واحد منشد متميز مبدع بلقط منه وباخد الحته الحلوه فيه واضيفها واتعلم منها واقول له عملتها ازاي. برافو عليك يا سيف.